لعبد النبي، عادل، احمد، هاني يلف كرة العرضية تتحول لسه فرصة، بودي خلاص، جول، الهدف الاول صديق اوجولا النيجيري. قال لك انا عندي الحل، انا من غيري هجوم سيراميكا كليوباترا يختل، هو الحل، خلص وما رحمش. لف العرضية اتحولت هنا مع متابعة سلبية من دابو علشان يكمل الكابتن والقائد عبد الرحمن بودي ويحط العرضية بإتقان وتقنية عالية. شايف باصص رفع عينه ويسلم صديق أوكولا اللي بهدوء وبثقة الكبار استلم وخد الرجل على الثابتة، دخل بيمينه وسدد بشماله بعد ما عدل في البعيدة مطرقة موجهة في وقتها أرضية كرباك، كرة توجع الشباك. والهدف خرج ونزل مكانه أحمد سيد غريب. دول التغييرتين اللي في تشكيلة الداخلية زي ما قلت بالظبط، لأنه طبيعي ومنطقي لما لاعب ينزل. جول يا ولد، حرفيا صاروخ مطرقة موجهة في وقتها، كرة بشماله كرباك، كرة توجع الشباك. والهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا هو البديل في أول لمساته، تغير حياته، تحلي حياته على ارض الكندوسي التقيل. النجم الكبير يسدد كره تخبط في العارضه ترد في ظهر محمد مجدي وتروح في الشبكه. ما هي ما تجيش غير كده، ما هي التصويبه دي لازم تبقى في المرمى، والحظ بيقف الى جوار المجتهد، هو كندوسي هو اللي حط صاروخ اللي يشوفه يدوخ. طبعا يا ولد محمد بسام في مواجهه الخبره معاذ الحناوي صاحب ال 34 سنه اللي كان عنده لقب الدوري مع الاهلي في 2007-2008. الاستوبر الحناوي معاذ، يا ولد بهدوء كمان مره وبثقه الكبار. الاستوبر قلب الدفاع يحط الكوره في اجمل صوره مطرقه من ركله جزاء موجهه وفي وقتها كرباج، لكن توجع الشباك وهدف اول للداخليه مع دقيقه 66 من عمر المباراه. اذا يقلص الفارق، يسجل هدف التقليص، يعود الداخليه من جديد على ارض الملعب، يعود الداخليه كره في قلب الملعب توصل هنا عند محمود صابر، يطلع كورته براسه تترد مره تانية. كندوسي استلم وحطها سنده حلوه، جول، الهدف الثالث، خلصها يخلص وما يرحمش. هدفه الثاني على ارض الملعب، الهدف السادس ليه في هذا الموسم هو صديق اوجولا. لكن ايه، مش هو بس قطعته اللي تخليه ملك حتته، الراجل ده اللي بيرقص معاه ده، اوعى احمد كندوسي ولو لانه بديل في احداث الشوط الثاني، شوف لمسته صناعته للعب تخليه ملك حتته، شوف هي كنترول على الكوره بسنده بصناعه هدف يا ولد، شوف لمسه ومقصوده، مقصوده لانها ملعوبه، طبعا ملعوبه، يخدم على طيران